لا ده في كل الدنيا كده. ربنا يستر. حلو ان احنا نبدأ الكلام بالوردة كده يعني، ويا ريت نختم بيها. عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ حد عنده علاقات مؤذية هنا؟ احنا هنتكلم على فكرة، يعني احنا عايزين انا لا اتكلم بس، اوكي؟ يعني يبقى في اخذ وعطاء بينا كده، متفقين؟ تمام. طب خلاص ممكن نقول عشان نعم بس دلوقتي كله ولا المحاضره بس؟ انا هحتاج المحاضره بس. المحاضره بس هتبقى لوحدها بكره. اه ماشي، مفيش مشكله. عايزه تنزليها بس مش هشوفك دلوقتي. ماشي مفيش مشكله. لا مفيش مشكله، تمام. بصوا احنا هنتكلم النهارده عن العلاقات المؤذيه اللي هي بيتقال عليها العلاقه السامه اللي هي التوكسيك توكسيك. يقول فلان ده توكسيك، فلان دي توكسيك كده. توكسيك يعني سام. هم شبهوا العلاقات المؤذية دي بعلاقة سامة باعتبارها كأنها سم بيخش جوه جسم الإنسان. يعني لا، قول السم ده مش حاجة هي ممكن تدخل في أكل بس عشان نأذي بيها حد أو حاجة بيبقى في الكلمة. ممكن كلمة واحدة تسم فعلا جسمنا وتسم عقلنا وتوصلنا لمراحل نفسية صعبة جدا احنا ما نكونش واخدين بالنا منها ابدا. اتفضلي. الشخص المؤذي ده بيبقى ليه صفات اعرف ان ده فعلا مؤذي. يعني انا مش مجرد ما حد بيأذيني او بيعمل معايا مشكلة بسيطة او يقول لي كلمة تضايقني انا على طول بشخص ان ده شخص مؤذي. لا، هو بيظهر عليه بعض الاعراض كده اللي هي بتخليني انا وانا بتعامل معاه اكون متأكدة فعلا ان ده حد توكسيك. منها ان هو بيكون حد حقود، مش بيحب حد احسن منه، دايما شايف ان هو افضل من كل الناس. ده الشخص اللي هو فعلا بيؤذي، شايف اللي قدامه ده حد متدني، حد قليل، بس بيحاول يثبت لنفسه ان هو لا انا اللي احسن. فنلاقيه دايما بيحقد على الناس اللي حواليه وبيقل من قيمتهم. بيبقى شخص منافق، يعني بيبقى ممكن يكون كويس شويه قدامي بس تصرفاته ليا كلها اذى نفسي من غير ما انا اشعر، وده هيبان قدام شويه لما هندخل في الكلام هتعرفوا ازاي بيقدر يعمل الحته دي. فهو شخص منافق، بيكون ذكي جدا، بيقنعني ان هو بيخاف عليا وبيحبني وقريب مني، وبيكون هو اكتر حد في الدنيا ممكن يكون بيأذيني. بيكون شخص مخادع. طبعا طالما هو منافق يبقى سهل جدا ان هو يخدعني. بيكون كمان فضولي، بيبقى عايز يعرف كل حاجة عني. ليه؟ لاني من خلال ده بيعرف يأذيني، بيعرف ايه هي نقاط ضعفي وايه هي نقاط قوتي، وبيشتغل على نقاط ضعفي بس. طالما هو حد مؤذي فهو بيكون مركز في النقط اللي هيدخل لي منها يقدر ان هو يأذيني، هو بيبقى مركز في الاذى وبس. بيكون شخص استنزافي. بنلاقي كتير من الناس اللي هي التوكسيك دي بتستنزفتي، بتستنزف طاقتي، بتستنزف علاقتي، بتستنزف مجهودي، كل حاجة. يعني ممكن يطلب مني كتير، زي ما احنا بنقول كده عليها مصالح، يطلب مني مصالح كتير انا في امكاني ان انا اعملها واعملها له، بس لما انا اطلب منه حاجة هو مش بيدهاني. حتى لو وقته، حتى لو وقت بسيط محتاجة اتكلم معاه ما بلقاهوش. ودي بنلاقيها في الاصدقاء. ممكن يكون اتنين اصدقاء، يكون في واحدة منهم بتحب تتكلم عن مشاكلها كتير قوي وانا بسمع لها ومنصتة ليها جدا ووقتي متاح ليها، بس في الوقت اللي انا بحتاجها فيه وانا اكون في ازمة ومحتاجة اتكلم معاها مش بلقاها، بتتخلى عني. فده بيبقى شخص بيستنزفني طول الوقت. بعد كده هنقول ازاي نعرف ان احنا في علاقة مؤذية. دلوقتي الشخص المؤذي هو ده صفاته اللي احنا قلنا عليها، بس انا اعرف ازاي برضو ان انا العلاقه دي مؤذيه؟ يعني ممكن يكون هو مؤذي وتوكسيك بس انا ماليش دعوه، ماليش علاقه بيه. امتى احس ان الاذى ده بيمسني بقى وبدات احس بخوف؟ لما الاقي نفسي انا عماله بقدم له
بقدم له في تضحيات، بقدم له في حاجات كويسه، بقدم له في ايجابيات طول الوقت، بس هو مش بيديني اي حاجه. انا بقدم ومش بلقى، لان دايما العلاقات التوكسيك دي بتبقى هي علاقه بين طرفين، طرف بيدي طول الوقت وطرف بيستنزف طول الوقت. حد بيدي، بيدي حب، بيدي سلام، بيدي وقت، بيدي طبطبه، بيدي سنده، بيدي دعم، وحد تاني عمال ياخد منك طول الوقت الحاجات دي وهو مش مكلف خاطره حتى وبيردها لك باي حاجه، عايز ياخد منك بس. الشعور بعدم الاحترام، انا لما بتجمع مع الشخص دوت بحس ان الشخص ده مش بيحترمني، بيحاول زي ما احنا قلنا يقل من قيمتي او ينقدني طول الوقت. ده بيخليني انا يقل احترامي في نظر نفسي. مع الوقت انا بحس ان انا حد مش جدير بالاحترام، بيحاول دايما يقول لي انت شكلك وحش، انت لبسك مش كويس، انت بتتكلم مش مظبوط، انت مش مالي ايدك من الموضوع الفلاني، انت انت. مع النقد ده بيوصلني ان انا بحس ان انا اللي قدامي ده مش بيحترمني. وطبعا بنلاقيها في اطراف تانية كتير، يعني انا ممكن الاقيها اختي، ممكن الاقيها من امي، ممكن الاقيها من جارتي، من صاحبتي، بلاقيها مع ناس كتير الحكاية دي. ده بيحصل بعد كده معايا تدني، وان انا مش ببقى واثقه في نفسي خلاص. انا لما بحس ان انا حد اللي حواليا مش بيحترمني وبيقل مني، او حتى لو شخص واحد، الشخص ده طول الوقت وانا بعامله وانا فيه كل السلبيات دي اللي هو بيصدرها لي، انت كذا، انت وحشه، انت انت انت، مع الوقت انا ببدا يقل يعني تفكيري في نفسي، في تقديري في ذاتي، ومع الوقت بتقل ثقتي في نفسي وبتدمر. انا بتدمر وللاسف من غير ما بشعر، بيبقى اصعب من المرض الجسدي، عشان كده سموه توكسيك. كمان بيبقى مفيش حريه، انا بتعامل معاه بس انا ما عنديش حريه، اللي هو بيجبرني انا محتاجك في الوقت الفلاني، فانا لازم اكون معاه في الوقت الفلاني، لان انا واثق ان هو مش بيحبني حب غير مشروط. لو انا ما عملتلوش الطلب اللي هو طلبه مني، هو ببساطه ممكن يبعد عني او يكرهني، وانا بقى علشان متعلقه فبضطر بقول حاضر وطيب وبصبر. مع الوقت انا بتحصل لي حاجات كتير مش كويسه جوايا في شخصيتي، بتبدا شخصيتي نفسها تتغير ومن غير ما اشعر. بعد كده انا ببذل بقى وقت كبير جدا وبحاول اعمل حاجات كتير قوي علشان ارضيه، يعني مش الشخص المؤذي بس، هو مجرد ما هو حد مؤذي وبس، لا انا كمان باذي نفسي، يعني هو بيوصلني لمرحلة الاذى النفسي. ليه بقى؟ لان انا زي ما قلت هو بيستنزفني وانا موافقة على الاستنزاف ده. طب ممكن حد يقول لي طب ليه، ما هو انا ممكن ارفض صح؟ انا ايه اللي يخليني انا ادي كل حد طاقتي وحبي ومجهودي وكل ده وانا عارفة ان هو بيستنزفني وعايز مني ده؟ للأسف للأسف الشخص المؤذي ده بيكون اقرب حد لينا. انتم متخيلين؟ نعم، مش عارفة تبعد عنه. هو بيبقى حاجة من الحاجتين، يا إما تعلق، يا إما حد بيتعلق بحد قوي بطريقة صعبة، ودي بتيجي علشان بيكون هو من صغره حاسس بفراغ في حياته في مشاعره، فلما بيصدق يلاقي حد بيهتم بيه بيحبه بيطبطب عليه لأنه هو حسسه بده خدعه زي ما قلنا، فبيتعلق بيه جدا، فبيكون طلباته بتبقى أوامر، كل اللي هو عايزه بياخده. يا إما بيبقى حد أنا يعني عايشه معاه فمش هقدر افرقه، زي مثلا جوزي، زي ابني، زي اخويا، زي اختي، امي، بنتي، اقرب الناس ليا. وده هنلاقيه في قصه يوسف. قصه يوسف مين اللي اذاه؟ اخواته هم اللي اذوه، هم اكتر حد اذوه واكتر حد تعب والم، رغم ان هو اتعرض لاذيه بعد كده يتسجن، بس ما اعتقدش ان ده اثر فيه زي ما كانوا اخواته اثروا فيه، لان دول كانوا القريبين منه. فللاسف عشان كده احنا بنقول ان العلاقه المؤذيه دي خداعه، شخص خداع بتيجي حد اقرب حد ليا، اقرب حد انا اديت له حبيته واشفقت عليه، هو ده اللي بيأذيني. لكن لو حد بعيد هو مش هيأذيني. طب ليه ما يأذينيش؟ ليه الحد الغريب البعيد مش بيفكر في اذيتي؟ تفتكروا ليه؟ برافو، عشان مش عارف عني حاجه. وايه تاني؟ اتفضلي.
انا بتكلم في مرحلة قبل الاكتشاف، قبل ما تكتشفي ان هو حد مؤذي. انا بقول لي البعيد مش بيفكر يأذيني، هو اصلا مش بيفكر يأذيني، هو ما يعرفش حاجة عني. السبب الاساس ان هو اول حاجة ما يعرفش حاجة عني، تاني حاجة ان انا مش قريبة منه فما فيش تعلق. هو عارف ان لما هيطلب مني حاجة وانا مش في امكاني ان انا اقدمها له هعتذر ومش هعملها. لكن الشخص المؤذي ده بيحب يكون معاه فريسة دايما، حد هو بيقول له اعمل لي كذا، انا محتاج منك ده، انا عايز وقت منك، انا عايز منك، انا عايز فلوس منك. وبرضه بنلاقيها بين الشباب كتير في الشغل، بنلاقي شخصيات كده وبيبقى معروف في وسط العمل كده ان فلان ده بيضحي قوي بوقته، فتلاقي الناس اللي حواليه احنا محتاجين اجازه فبيتعشموا في اول واحد ان هو يغطي لهم اجازاتهم، ياخد منهم الاجازات عياد اجازه في اجازه في اجازه، ويجي هو مثلا تعب فاحتاج منه يوم فيقول له معلش انا اسف ما اقدرش، انا عملت حسابي ان انا نازل عشان عندي مشوار علشان. فخدوا بالكم قوي من النقطه دي، بيحب ياخد. طبعا انا مش بيدي، فانا لما ادي حد حاجه بديله في حدود، مديش اكتر من الحدود، وربنا مش هيزعل من كده خالص. ربنا هيزعل مننا لما احنا ما نديش حد حاجه او نبخل على حد في حاجه، هو مش بخل ومش منع، بس انا ادي بحدود. انا اديك لكن انا نفسي ليها حق عليا، ليها حق عليا، فانا ما اضغطش نفسي قوي. هو قال كده انا هاشكركم على كيف احنا غاليين عليه، فما بالك انا ازاي كنت نفسي غاليه عليا. فشيء طبيعي ان انا اكون نفسي غاليه عليا، ادي لنفسي وقت، اديها اهتمام، اديها متطلبات، وادي الناس اللي حواليا اذا امكن على قد حدودي. بعد كده بيقدم لي اتهامات موجهه طول الوقت، طول الوقت بيفضل يتهمني بقى، انت مش بتحبني، انا مش غاليه عليك، انا مش شايف قد المسؤوليه، طول الوقت اتهامات، انت حد مش لطيف معايا، انت كلامك سلبي، ويفضل يتكلم في حاجات يحملني بيها فوق طاقتي. يعني اللي هو انا حاسه ايه اللي انت بتعمله معايا ده، انا ما بعملش كده. يعني ممكن حتى انا بشوف ناس لما تيجي تقعد معايا في جلسه انا ببقى قاعده قدامها وهم المفروض بيتكلموا معايا، انا بلاقيهم مستقطعه جزء من الوقت بيكلموا فيه نفسهم. يعني لو مثلا حكت عن مشكله ان حد بيأذيها، وحكت وقالت كل الاسباب وكل الحاجات اللي تعباها، والقاها هي مكمله الموضوع، انا ما عملتش حاجه لكل ده، انا ما اذيتهوش، انا ما زعلتهوش، انا ما استاهلش كل ده، انا بتفضل تردد ده كتير. ليه؟ ان ده جواها، هي واثقه ان هي ادت له كل ما تملك من جهد من معروف وهو مش مقدر ده، وبيعمل عليها اسقاط اتهامات. عارفين بقى الشخصية ديت اللي هي بتعمل كل الحاجات ديت، بيبقى معظم منهم اللي هم الشخصيات بيبقوا شخصيات نرجسية. حد سمع عن الشخصية النرجسية؟ دي أصعب شخصية ممكن نقابلها في حياتنا. ولو معانا بنات بيمروا بتجربة خطوبة أو كده واكتشفوا إن معاهم حد نرجسي، نصيحة يبعدوا تماما. مفيش حاجة اسمها هيتغير، مفيش حاجة اسمها الوقت، مفيش حاجة اسمها الزمن. الكلام ده بتاعت الناس الحلوين اللي بيقعدوا يصبرونا علشان يمشوا الدنيا، لا ما يخشش دماغنا خالص، لأن إحنا شايفين مشاكل صعبة جدا ومعقدة وبتوصل للطلاق بسبب موضوع النرجسية اللي هو شائع اليومين دول. حتى لو انا بس شكيت لسبب ان في تبقى شخصية بارانوية او سيكوباتية او شخصية انطوائية، ظهر منها حاجات بسيطة كده، يعني حد مثلا بيحب يبقى لوحده، حد شكاك، حد بيحب يظهر قدام الناس، حد خداع، بس مع الوقت بلقاه تحول لشخصية نرجسية. ودي كلها حاجة اسمها اضطرابات شخصية، او لما احس اللي قدامي بيجرب باضطراب شخصيته اخاف، اطول وقت الخطوبه شويه، اتأنى، اسال، اروح لحد اتكلم معاه، متخصص، مرشد، اي حد ممكن اتكلم معاه، بس انا اشتغل على نفسي ما يأس. اتفضل. نبذه عن النرجسيه. اوكي، ايه ده معقوله؟ ده الشخصيه النرجسيه الدنيا كلها عرفتها.
بس تمام انا معاكوا. لا انا تمام. بصوا الشخصيه النرجسيه دي هي انتوا عارفين الشخصيه المؤذيه اللي انا لسه بتكلم عنها وبقول توكسيك وبقول كل الحاجات الوحشه دي. كل الحاجات الوحشه دي بتتجمع في الشخص النرجسي. الشخص النرجسي دوت عنده، عارفين يعني ايه الانا العاليه؟ كل حد فينا عنده الانا، كل حد فينا ما ننكرش انه بيحب ذاته شويه، صح؟ الانا العاليه هو اعلى من كل ده، حتى في مشيته نلاقيه ماشي فارد قوي كده، وممكن يعمل دراعاته كده، وممكن يعني يبص للناس مشيته مش حاسس عظمه. عظمه؟ واخد بالك عظمه قوي، بتضحكوا عشان بقلد؟ بحب اقلد قوي على فكره. احنا لسه بنقول يا هادي، انا كنت اقلد لكم كل الشخصيات دلوقتي، انا عايزه اوسع الدنيا هنا عشان اقلد براحتي. فالشخص ده بتبقى الانا عنده عاليه، بتبقى العظمه من كل شك، بيشك في مراته جدا. لا هو مش في صوابه، لا هو ما بيشك في شخصيه واحده بس. النرجسي ده لسانه معسول جدا مع الناس كلها، حد جنتلمان وما نصدقش ابدا ان هو ممكن تظهر منه وكويس ولطيف وهاندسام وكل حاجه، بس لما بيتعامل مع مراته بيبقى عكس الصوره دي تماما، او مع اخته او مع مامته. هو بيختار شخصيه واحده معينه في حياته ويبدا بقى يضغط عليها حاجه من الاثنين، يا اما لحد ما هي تموت، يا هو اللي بيموت من بامانه. صدقوني هي دي بتبقى النهايه بتاعته. فالشخص النرجسي ده دي صفاته، حد بيبقى كذاب قوي، حد متلاعب قوي، حد كذاب يعمل الموقف ويقول انا ما عملتوش، انت بتكذبي، انت اللي عملتي كده. حد عنده اسكوب بقى، يعني لما نقعد معاه ويتهم حد كل كلمه اعرف ان هو اللي بيعملها، مش امين، اعرف ان هو مش امين. لو قال فلان خداع اعرف ان هو خداع. لو قال فلانه منافقه يبقى هو منافق. كل كلمه بيطلعها من بقه بيكون هو بيعملها وعارف انها حاجه مش كويسه، فبيجيبها في الشخص اللي قدامه. هو دي طريقته وسلوكه. كمان الشخص اللي هو الفريسه، احنا دايما بنسمي الشخص اللي معاه فريسه، بيتهمها دايما بحاجات صعبه جدا مش كويسه، ما فيش حد ممكن يعني يحتملها في حياته، بيطعنها في شرفها وبيجيب دلائل، وبتبقى الدلائل دي وهميه ومعرفش بيجيبها منين يعني، بس هو حاجات وهميه تصدق ده. مش كمان كده، ده بيتضايق كل حد يحب الشخص وبيحاول يشوه صورته، يقل من قيمة الناس اللي معاه. بصوا كل حاجة وحشة في الدنيا دي ممكن نسمع عنها هو بيعملها الشخص النرجسي. هكمل الشخصية دي كده بسرعة وهقول ان هو مش بيعترف بغلطه، حد مش بيعترف بغلطه خالص، في نفسه صح طول الوقت، فبالتالي مش بيتغير. عشان كده بقول لا بيموت لا بيموت الناس اللي معاه، لان علاجه الوحيد بتغيير السلوك، اللي هو يعني لما بنعالجه بطريقه السي بي تي اللي هي العلاج المعرفي السلوكي، ان احنا بنغير تفكيره وسلوكه جهات ايجابيات. فالعلاج بالكلام، فلما يكون هو من جواه رافض ان هو يصدق ان هو حد مش كويس او حد نرجسي، فهيتغير ازاي؟ ده انا مهما انا اقول له لا هو مش عايز يسمعني، انا كويس، فكلمني بقى من هنا للسنه الجايه. علشان كده اول لما بيجي لي حد العياده بساله، بيقول انت عارف ان عندك مشكله وبدور على حد يساعدك علشان تحلها، بيقول لي اه تمام هنبدا الجلسه. لو لقيته هو يعني متعظم قوي وبيقول لي الناس هما اللي جابوني هنا، ماما جابتني غصب عني، مراتي انا حبيت اريحها، انا عارف نفسي ما فينيش حاجه، بقول له لا انت ممكن تفضل تاخد الكشف بتاعك خلاص، لاني انا عارفه ان انا مش هجيب ولا انا ولا اي حد معايا. فهو من كتر كبريائه مش بيعترف ان عنده اي مشكله خالص، يبقى عايز دايما مراته تغير عليه طول الوقت. ولو غفلت عن اللذة يعمل تصرف يشغل دماغها بيه، المهم تشوفها تعبانه قدام عينيه. كل لما بيشوفها تعبانه وبتتألم، كل لما يشوف دموعها، كل لما هو الذات عنده بتعلى، وكل لما يحس بفرح وسلام، سلامه بيجيله على اذيه غيره.
بيتلذذ. ده الشخص النرجسي. تمام؟ كل دوت كل اللي بقول عليه ده في الشخصيات المؤذية. بس الشخص المؤذي ممكن يكون في حاجة واحدة بس، ممكن يكون شكاك، ممكن يكون حد استنزافي، ممكن يكون حد حقود، ممكن حاجات كتيرة قوي بتظهر منه حاجة أو حاجتين. لكن الشخص النرجسي فيه كل الحاجات اللي أنا بقول عليها متجمعة فيه، كل العيوب. فما بالك لو موقف واحد لحد عنده مريت أنا بيه وصفة من الصفات دي انا مش بقدر استحملها. تخيلوا لما يكون النرجسي عنده كل الصفات دي، فعشان كده بيبقى التعامل معاه مؤلم جدا. بعد كده هنشوف تأثير الشخصية المؤذية على الطرف الاخر. هي ليها تأثير عليا بقى، انا بتأثر من غير برضو ما اشعر، يعني انا من غير ما اشعر كده بحس ان انا متغيرة، بديت اتغير من جوايا. بيحصل لي ايه؟ بيحصل التقليل من شأن الطرف الآخر. الطرف الآخر زي ما قلنا بيقل مني طول الوقت، أنا ده بيجي عليا بألم نفسي واضطراب شديد جدا. بيحصل إيه تاني؟ بيحصل انفعال زايد وعصبية. ببدأ أنفعل، ببدأ عصبية جدا. ليه؟ لأن أنا كل مثلا هديكم مثل، أنا كل ما ماجي الاجتماع هنا تقابلني مس مثلا وتقولي بقولك يا رانيا أنا مش مقتنعة بيكي، فانا اول مره قلت يمكن انا ما كانش ادائي تمام. جيت المره اللي وراها قالت لي انا مش مقتنعه بيكي، فقلت يمكن مزاجها مش متظبط المره دي. جيت المره اللي وراها قالت لي انت مش انا مش مقتنعه بيكي، فانا جايه وانا عارفه ان هي ديت هتقول لي كلمه هتضايقني بيها. فلما ادخل من الباب واشوفها رانيا هي لسه ما كملتش، هي لسه هتقول لي صباح الخير، بس انا خلاص متوقعه هي هتقول لي ايه. فطبعا هتنرفز وهتضايق وهتعصب وخلاص، ممكن اقول ليش رانيا تاني اصلا، وانا برفض الكلام معاها. ليه؟ عشان انا متوقعه الايذاء اللي طالع من لسانها. فهو ده اللي بيحصل، ان انا لما بتعامل مع حد بيأذيني طول الوقت انا ببقى حد عصبي جدا، لان هو بيبقى عامل لود عليا جامد وانا مستحملاه في مواقف كتير مش قادره بقى استحمل اكتر من كده. بعد كده بيجي شعور بالذنب. بيحصل لي شعور بالذنب ان ممكن وانا جايه نايمه بالليل مثلا فاقول ايه انا ممكن عملت كذا عشان اقضيه بس ما عملتش، لان انا اتعودت اديله. فلما هاجي اتعود على الحدود ده انا هتعب قبل ما هو يتعب على فكره، لان انا اتعودت على العطاء بصوره معينه وبشكل معين. لما اجي اقول له ابحث بالذنب، لو مثلا حد من زملائي مثلا قالوا لي احنا محتاجين النهارده توترنا الاجازه في الشغل، وانا متعوده اقول ماشي حاضر اوكي، وجيت قلت لا او اعتذرت، بحس برضو بتانيب الضمير واقول يمكن كانت هي محتاجه الاجازه، انا ليه ما قلتلهاش ماشي، ما انا طول عمري بقول لها اشمعنى جه على الموقف ده. بفضل احس بالذنب واجلد ذاتي. من الحاجات اللي بتأثر فيا. بعد كده بأشعر بحزن مستمر، لأن أنا ما كنتش طبعا بأمل إن دي المعاملة اللي أنا أتعاملها من الشخصية دي، فمحتاجة إن أنا ألاقي معاملة كويسة فما بلقاش. فأنا بتحط في موقف هقول لكم عليه، لا أنا عارفة أقل عطائي فأحس إن أنا حد وحش مش كويس، ولا أنا عارفة أكمل في العطاء ده والمحبة دي وأنا بتأذي. بحس على طول إن أنا على طول متوترة، حاسة ان انا حزينة متضايقة مزاجي مش تمام. هل العلاقة السامة بتأثر على الصحة النفسية بعد كل اللي قلناه ده؟ فهي حالة كده عرضة ولا هتأثر على صحتي النفسية؟ طبعا هتأثر صح؟ ده ابسط حاجة بتأثر فينا، ابسط حاجة. تخيل بقى لما انا وما ننامش، تخيلي بقى لما انا يحصل معايا ده وكتير ومواقف متكرره ومع حد قريب مني في ظل كل الظروف اللي انا بقولها. لا هو لازم هيأثر. هيأثر ازاي؟ انا هقول لكم. لما انا بتعرض لسلوكيات كتير سيئه كتير مع الوقت، انا بيحصل عندي زي ما انا قلت في الاول ان انا بتقل ثقتي بنفسي وتقديري لذاتي، كل ده بيقل جوايا. مع الوقت انا هبقى مش عايزه ادي قرار في اي موضوع، انا حاسه ان انا غلط، حاسه ان انا ما عنديش قدره ان انا اخد قرار في حياتي، فببدا ايه؟ اتجنب
وابعد عن كل الناس وابعد عن اي قرار يحصل جوايا خوف وتوتر. بالطبيعي ان انا هحس ان انا مش عايشه حياتي الطبيعيه لان ما كانتش دي طبيعتي. بعد فتره يجي لي وسواس، يجي لي بيجي لي بقى على حسب مناعتي النفسيه، فهي بتاثر طبعا على الصحه. بجانب ايه؟ ان انا بهمل كمان في اهتماماتي الصحيه، يعني لو انا بلعب رياضه مش هلعب رياضه، لو انا متعوده انزل اتمشى مش هتمشى، لو انا متعوده اخد بالي من مظهري فانا ما بقتش قد كده في مظهري، فكل ده ليه تاثير. ما بقتش اكل كويس، ما بقتش انام كويس، حصل اضطرابات اكل، اضطرابات في النوم، فكل الحاجات دي هتاثر على صحتي العقليه والجسديه والنفسيه، فهيبقى انا متدمره من كل الاتجاهات. عرفتوا قد ايه العلاقه المؤذيه قد ايه هي؟ عرفتوا قد ايه ان ممكن حد يكون بيطبطب عليا وعايش في دور ان انت غاليه عليا وان هو بيحبني وهو بيأذيني وانا ما كنتش عارف انه بيأذيني؟ عرفنا ان انا اللي هيأذيني اتوقع الاذى ده من القريب مش من البعيد، لان البعيد انا مش بعنيه في حاجه هقول يعني انا ما همهوش فهيأذيني ليه، مش حاططني في دماغه. مفيش مصدر للغيره، مفيش مصدر للحقد، مفيش مصدر للخداع، مفيش تعامل للنقد، فانا مش عادي جدا. عشان كده بقينا نفضل التعامل مع الناس البعيده الفتره دي. الفتره دي انا بنصح بها لما يجي حد تعبان قوي ومضغوط وعنده ستريس فظيع، فخلاص هو محتاج ان هو يتكلم، بقول له طب ممكن تتكلم مع حد يكون بعيد عنك، حد مش زميلك، حد مش صديقك، حد مش بيكون مش الخادم بتاعك، حد بعيد عنك، بحيث ان لما هيمشي خلاص هو مش هيشوفه تاني، مش يعني مش ماسك عليه حاجه، هو مش ماسك عليه حاجه يتعبه بيها. عايزه اقول استشهد بحاجه بقى من القدس العلاقات المؤذيه. لو جينا اتكلمنا عن شاي العود ممكن يتكلم مع اب طبعا ممكن، ده لازم يتكلم مع اب اعترافه. بس هو في مشكله برضو الاب بتواجهها ان هما ما عندهمش وقت يسمعوا مشكلة كل واحد، وده لأن الضغوط كتيرة جدا جدا. فالأب إيه هو يعني منتظر إيه من اللي جاي يتكلم معاه؟ إن هو هيقول له الخطية اللي بيعملها علشان أبونا مركز في التوبة لدوت ده مركز، فهو مستني بقى يقول له يا أبونا أنا عملت كذا، أنا عملت الخطية الفلانية، أنا تبت عنها، أنا محتاج تدريب علشان أتوب عن الخطية الفلانية. للأسف قعدتنا مع أبونا أخدت سكة تانية خالص، خدت سكة إن أنا زعلانة من فلانة وفلان عمل فيا وجوزي زعلني وجارتي مش عارف عمل اضطهدتني تعبوا. هما يعني انت حد واحد بس، هو قاعد بيستقبل كام واحد ومن كام كنيسة وكام تليفون وكام برضو موضوعات مع الاباء بتوع الكنيسة مع مجلس الكنيسة مع المطرانية مع وحش. بنعذر احنا بنرجع تعبانين وبنقول ان ابونا مش عايز يسمعنا، طب احنا نروح فين؟ طب انت حطي نفسك مكان ابونا، وابونا يعمل ايه؟ ده انت لو جالك تليفون سوري يعني ورغيتي فيه شويه انت بتبقي مش قادره تستقبلي المكالمه الثانيه، انت بتكنسلي. لكن لو ابونا عملها لا ما يصحش، ما ينفعش، ده انت رجل الله ما تردش عليا. للاسف احنا برضو مش بنلتمس الاعذار فينا الحته دي، لان احنا في وقت عايزين اللي يلتمسنا، فاحنا مش قادرين برضو نلتمس الاعذار. فعلشان كده عملوا المرشدين في الكنيسه كتير وهم بتوع المشوره والصحه النفسيه بيساعدوا. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا خدت فتره كنت بخدم في خدمه اخوه الرب، فكان انتوا عارفين اخوه الرب بيبقى كل املهم ان انا هروح الكنيسه هاخد شنطه وهمشي بيها وهبقى فرحان ومبسوط. للاسف في خدام كتير فاهمين كده، اني انا علشان ارضي الفلان اللي هو تبع اخوه الرب انا هديله كيس بتعيط، وكل الخدام متخيلين ان هي جايه عايزه الشنطه بتاعتها. فاصبري احنا مش بنوزع النهارده، في يوم في نظام، الكنيسه ليها نظام، احنا الهنا اله نظام. طب اوكي، بس هي في الوقت ده مش همامها الجمله دي، هي طالما عيطت يبقى هي موجوعه من حاجه، يبقى انا لازم اسمعها. انا قعدت مع
معاها واتكلمت وخدت وديت معاها، وايه اللي مضايقك وايه اللي مزعلك؟ فبدات الست تتكلم، فعيطت كتير، فقالت لي انا مش المشكله بتاعتي في الشنطه، انا المشكله بتاعتي في احتياجي للشنطه، انا تعبانه ان انا محتاجه، احساس الاحتياج وجعني مش ان انا اخد شنطه وامشي بيها. كان ابونا مستغرب جدا ان انا قاعده بتكلم معاها، وكان رايه يعني ان خلاص يعني الناس دي احنا بننهي معاها الكلام، بتكلمي معاها انت هتقولي لها ايه؟ فلما وصلت له وجهه نظري مش بتكلم معاها اكتر او اعمل الريبورت بتاعها ان هي من ضمن الناس اللي محتاجه قوي مش محتاجه نص نص، لا يا ابونا دي عايزه حد يسمعها. هي قعدت اتكلمت معايا، وبعد لما اتكلمت هي قامت مشيت، ما خدتش شنطه، ما طلبتش شنطه، وانا ما اديتهاش حاجه لان هي ارتاحت خلاص، هي مش عايزه حاجه. علشان كده بنقول ان الشبع ده شبع نفسي، شبع معنوي، مش شبع مادي او ادي حد فلوس او لا خالص. احنا لما بننزل خدمه المشردين، لو في حد فيكم بيخدم الخدمه دي وفاهمها كويس، احنا لما بنميل على حد بنديله ساندوتش، هو مش بيفرق معاه الساندوتش ده قد ما بيفرق معاه ان انا اطبطب بس. لما بنديله هو مش بيتقصر قوي، ماشي اديني فلوس، لكن لما بطبطب ممكن يعيط بقى. والمنظر ده شفته مع ناس تانية بتعمله، كان يعيط ويقول انا اخواتي رموني، انا خدوا ورث مني، مش عارف ايه، بيحكي اللي جواه. فدي خدمة رائعة، خدمة حلوة جدا. حلوة اخدم الناس بالمادة اكتر ما اخدمهم بالمادة، حلوة قوي ده. في مرة برضو خادمة كانت بتحكي معايا ان احنا بنواجه ضغوطات وبنواجه حاجات صعبة جدا بسبب خدمة اخوة الرب. فقلت لها ليه؟ كنا في محاضرة زي كده، فقالت لي ان هم بيضغطوا علينا بالطلبات وبيضايقونا وبيزعلونا، وهم مش متخيلين ان احنا كمان نفسنا مضغوطين، يعني احنا جايين نخدم واحنا مضغوطين. سامحوني يعني، انا رديت عليها قلت لها مضغوطة ما تنزليش من بيتك، اقعدي في بيتك، دي خدمة، انت مش لما مش هتيجي ابونا هيقبضك نص المرتب، انت مش بتاخدي مرتب على ده. فاذا كنت انت مش مستعدية للخدمة ما تخدميش، عادي جدا ان انت تعتذري اسبوع اتنين تلاتة. وعلى فكرة لما هتستأذني امين الخدمة او ابونا وهتقولي له انا مش قادرة ادي في الوقت ده، هيحترمك جدا، مش هيضغط عليك ويقولك لازم تنزلي، صح مستر رشدي ولا ايه؟ مش هيضغط، هو هيسيبك براحتك لان انت كنت امينة، انت حكيتي بكل امانة. فانا كمخدوم محتاج ايه؟ انا محتاج ابتسامة، محتاج طبطبة، محتاج حس بيها. الاطفال حتى الاطفال الابتدائي برضو بنشوف منهم حاجات صعبة قوي. مرة عليا موقف ان في بنت في تالتة ابتدائي كانت بتاخد ادوية علشان تنتحر، ولما سالتها ليه بتعملي كده قالت لي علشان ماما مش بتنتبهني لما باجي اكلمها، ماما على طول ماسكه التليفون وعماله تكلم صحابها، يا بتعمل بتقلب كده في التليفون بس هي مش سامعاني، رافضه تسمعني، فانا تعبت ومش لاقي حد اتكلم معاه، ولما بطلب منها العب مع زملائي بتقول لي مره ومره لا، وانا خلاص انا محتاجاها، هي مش قادره تفهم ان انا محتاجاها هي. ففكرت اعمل كده لان انا مش لاقي حد يسمعني، وهي طفله ممكن احنا نستهتر بمشاعر الاطفال ويلا يا حبيبي خش على مدارس الاهل، يلا يا بابا روح البيت، لكن فين المشاعر اللي بيني وبين الطفل؟ في ايه اللي طالع مني؟ يعني ايه اللي طالع مني؟ لكم ان تتخيلوا ان كل الاضطرابات والامراض النفسية سببها الطفولة، حصل له حاجة في الطفولة ممكن تكون قد كده، الحاجة دي احنا ما اهتمناش بيها، كبرت معاه، بدأ يجي سن المراهقة عليه، ظهرت عليه الحاجة دي، شكلت شخصيته، من تاني اتغير لانسان غير سوي. بنديله علاج، عايزين طرق العلاج دي بقى بتاعت هي دي هنقولها دلوقتي، هي كل حاجه انتوا هتعيطوا، بالعكس ده انا حاساهم مبسوطين. مين اللي هيعيط يرفع صباعه؟ طب مين اللي مبسوط؟ انا مبسوطه، انتوا مبسوطين؟ عايزه قبل ما ادخل على الحته دي اتكلم عن شاول وداود، علاقه مؤذيه برضو. كان داود بيحب شاول جدا، وشاول برضو ما ننكرش كان بيحبه، بس ده بعد كده دخلت الغيره قلبه. كان داود بيعمل ايه مع شاول؟ كان كل لما تحضر عليه الروح الشريره ويتنرفز ويتعب ويتضايق كان بيقول له كان بيعذب
كان عايز في وقت يريحه ويحسسه بالاطمئنان، فكان بيهدى وبيرتاح. لكن لما اتطور بيهم الامر، طبعا انا هلخص القصه خالص، اتطور بيهم الامر واصبح داوود غلب جلياط، والناس كلها بقت تعظمه وتقول داوود داوود. حصل ايه؟ دخلت الغيره في قلب شاول، وكان بيعبر مكيده لداوود وعايز، وده برضو اللي هي الناس اللي احنا بنحبها وبنكون قريبين منها هي بتأذينا. كنت عايزة اقول ان والامثال دي موجودة كتير جدا في الكتاب المقدس، في حواء وآدم، في اخي توفل، في شخصيات كتير، في يهوذا طبعا ده اكبر مثل، ف يوسف واخواته دي قلناها في الاول، فكل واخات شخصيات كتيره جدا بتاذينا. وده انا عشان بدعم بيه الكلام اللي بقوله، ان احنا ما حدش يقول ايه دكتوره رانيا دي خرفت بتقول ان اللي قريبين مننا هم اللي هيأذونا. فعشان كده حبيت استشهد بحاجه من الكتاب المقدس نتاكد بيها من المعلومه دي. بعد كده في طرق بقى انا ممكن اعملها بسيطه من غير ما الجا لدكتور، ان انا اعرف اتعامل مع الشخصيات السامه دي. خلاص انا عرفت كل حاجه عنها، وعايزه بقى اعرف انا هتعامل مع الناس دي ازاي، هتصرف ازاي. اول حاجه ان انا هتجنب الشخص المؤذي ده. لما يكون شخص بيؤذيني عادي جدا ان انا اتجنبه، هو لا خطيه ولا حاجه عليه، ده بالعكس ده في صح، ان انا ما ينفعش استمر في علاقه بتؤذيني وتوصلني لكل المراحل الصعبه دي، فانا ابعد. افرق قريب بيحصل. بص بقى، هتجنب معاه الحوار الحديث، يعني انا لو بعيد عني هتجنبه، انا هبعد عنه ممكن ما يشوفنيش تاني. لكن لو حد قريب مني ما يكونش قريب معنويا مني، يعني انت انا شايفاك وانت شايفني، بس انا متعوده احكي معاك اقول لك على يومي ماشي ازاي، مش هقول موقف وحش حصل معايا وألمني ما اقولش عليه. نجاح ما جبلوش سيره نجاح، لانه هيغير وهيتعب وهيضطهدني، فما يبقاش ده قريب مني بالشكل الكامل. يكون قريب مني وقتك انا شايفاه مش بيسمح، لا انا وقتي بيسمح، وقتي انا اللي مش سامح، فاهم؟ ما هو ده اللي بقول عليه. ما هو ده اللي انا بعمله، انا باخده في اتجاه تاني، انا مشغوله في مذاكره الولاد، انا هحكي معاك بعدين، مستنيه الوقت المناسب. المهم انا ما حسسوش ان انا متعمده ما اتكلمش معاك عشان ما ينتبهش لتصرفاتي، ما انا ممكن ما يتكلمش وهو ينتبه ويعرف برضو كل اخبار عني، لكن انا بديله امل ان انا هتكلم معاك والدنيا تمام وانا زي ما انا، لكن انا من جوايا لازم يكون في مسافه بيني وبينه. لو انا مش عارف اعمل المسافه دي الفعليه ارض الواقع، بعمل مسافه معنويه. يعني من الاخر، حد بعيد عني انا بعمل مسافه فعليه، حد قريب مني عايش معايا في بيت واحد انا بعمل مسافه معنويه. مش كره ومش غضب ومش خصام، انا هتكلم عادي، بس الحتت اللي بتخصني وبتمسني مش ضروري اني اعرفها. بعد كده الايجابيه في مواجهه الافكار المؤلمه، يعني ايه؟ يعني اديكم برضه مثل اقرب لكم بيه المسافه شويه. لو في شاب شغال في شغل معين في مجال معين، وحصل عنده مثلا ان مديره اضطهده او اتضايق او ايا كان بقى، اي ظرف خلاه اضطر ان هو يسيب الشغل ده وراح لشغل تاني، هو خلاص اوريدي راح يشتغل في مكان تاني، ما عودش بقى طول الوقت اقول انا كنت شغال، انا كنت بحب الناس، انا لقيت من الناس وحش، ما قدرتنيش، انا كون ان انا بحصر نفسي في الفكرة دي انا بتدمر. يعني انا كمان مش بيكفيني ان اللي قدامي بيدمرني، انا بدمر نفسي كمان. طب انا اعمل ايه؟ اقول يمكن ربنا بعدني عن شر معين انا معرفوش، يمكن ربنا كاتب لي حاجة احسن، يمكن عايزني اتعلم مهنة تاني، يمكن عايزني اتعلم صنعة تاني، يمكن عايز ينمي مهاراتي، يمكن عايز ينمي قدراتي افكاري. اقعد افكر في الايجابيات، ابعد عن السلبيات شويه. انا عارفه ان الحته دي بتبقى صعبه، بس لو انا دربت نفسي عليها سنه بسنه هقدر اعملها. البعد المكاني، ان لو حد بعيد عني زي ما قلت مش عايش معايا، ابعد عن المكان اللي هو بيتجمع فيه خالص. يعني لو احنا متعودين نقعد مثلا في كافيه معين، انا مش ضروري اروح اقعد على الكافيه ده عشان ما اقابلوش. لو احنا بنتقابل في اجتماع معين، انا ممكن اروح اجتماع تاني، يعني عادي جدا. انا هشتغل بقى بكل طاقتي، بكل طاقتي هشتغل على نفسي عشان انا ابعد نفسي، لانه مش هيتغير، المفروض اعمل ايه انا اللي اتغير.
بعد كده بقى بركز على الحاضر، اركز على اللي موجود دلوقتي، ما اقعدش افتكر في اللي فات. طالما اللي فات ده ألمني يبقى خلاص انا انساه خالص، احاول اشيله من ذاكرتي. اخليني بقى في اللي انا فيه دلوقتي، انا نزلت شغل جديد، اطور نفسي فيه ازاي، اخد كورسات ايه، اتعلم مهارات ايه، اقعد افكر في الحاضر، ايه اللي انا محتاجه دلوقتي، مش ايه اللي انا عملته اللي فات. يعني معنى اصح ما بكيش على اللبن المسكوب، تسمعوا عن المثل ده، خلاص حاجه وعدت وخلصت. كن لطيف مع نفسك بقى، اللي هو ان في ناس بتفضل تجلد ذاتها وتقول انا غلطانه، انا ما عملتش كذا، انا ما لبتلوش الطلب الفلاني. لا بلاش الحكايه دي، اكون لطيف مع نفسي، اقول لنفسي ان انا نفسي ليها حق عليا، اقول ان انا كنت محتاج وقت ارتاح فيه، اقول ان كان قراري صح ان انا اسيب الشغل الفلاني، كان قراري صح ان انا ابدل الخدمه. وانا لازم احس بيه، ما احطش نفسي في بؤره انا، لا انا ابعد وابص على نفسي من بعيد واشوف انا محتاجه ايه وادي نفسي اللي انا محتاجاه. لو انا عرفت اعمل كده مش هحتاج حد حتى معايا يسندني، انا هعمل ده لوحدي. طب لو انا ما قدرتش اعمل ده، احوط نفسي بقى بالاصدقاء، احاول يبقى عندي ناس كتير حواليا يكونوا مخلصين. مفيش حد مخلص، سامحني ان انا اقول لك كده خالص، مفيش حد مخلص. ممكن يكون قله، يعني قله، وممكن ما نكتشفهاش، يعني ممكن يكون في وسط حد بس انا مش قادره اكتشف مين اللي مخلص، لان التصرف للاسف طب ولو قلت لك ممكن تكوني، يعني بعد احترامي لحضرتك، دي وجهه نظر حضرتك بس، يعني وبسمع كتير، فده من نابع اللي انا بسمعه. فلا، لو كان في 100 نفر موجودين منهم واحد يكون مخلص، واوقات التصرف اللي هو السلبي الوحش بيضغي على الانسان الكويس، بيعمل لي انا لخبطه، ببقى مش عارفه اختار مين، انا ببقى مش عارفه. لكن انا هتعامل مع اللي برتاح له، لو انا حد برتاح له، حد مبتسم، حد مش بيتكلم عن حد كتير قدامي، لان لو بيعمل كده فهيعمل كده من ورايا، حد لطيف، حد قادر يكون ايجابي معايا، لو انا شفت الشخصيه دي طبعا اتكلم معاه، اخرج اشارك. يعني احنا لما بنمر بالعلاقات المؤذيه دي وبنتعب نفسيا، بنبعد عن كل الدنيا، بنحس ان الدنيا كلها وحشه من حوالينا، كل الناس خداعه وكل الناس وحشه. لكن انا احاول اطلع نفسي من الفكره دي، في عيد ميلاد واتعزمت اروحه، في فرح واتعزمت اروحه، ما اقعدش احصر نفسي بس، اشوف اصدقاء واتعامل معاهم، وانا حاطه حدود. طول ما انا حاطه حدود انا مش هتعب، طول ما انا مأمنه قوي للشخصيه اللي قدامي وبقول ده حد مخلص ومفيش منه اتنين، هتعب جدا. لو هنفرض ان هو حد فعلا مخلص، ما يفهمنيش يبقى مش مخلص. لو هو فعلا حد كويس جدا ومخلص، ممكن يكون الشخص ده في حته منه مش مناسباني، فانا احكم عليه ان مش مخلص. فايه الحل؟ الحل ان انا اتعامل مع كل الناس حلو جدا، بس يكون في مسافه بيني وما بين اي حد. ان احنا نحكي كل حاجه، لا، احنا بنحكي الحاجه اللي ينفع نحكيها، اللي هي بس القشور، لكن الحاجات اللي جوايا احاول احتفظ بيها لنفسي، واذا ضاقت بيا الدنيا قوي واعرف ان ماليش ملجا غيره في الاول وفي الاخر هو ربنا، قبل اب الاطراف هو ربنا. لو انا قعدت اتكلم معاه بكل قلبي وقلت له يا رب انا تعبانه، انا موجوعه، انا بمر بواحد اتنين تلاته، يا رب هو اللي في ايده يغير في جوايا الحته دي. ده لو ما غيرهاش ربنا جوايا، ده بيبعت لي ناس تدعمني تقومني من اللي انا فيه.
هقول لكم على حاجه حصلت معايا. كنت في كنيسه ما، والكنيسه دي كنت بخدم فيها، انا خدمت في كنائس كتير جدا بحكم شغلي يعني. فالكنيسه دي كنت بخدم فيها في خدمه معينه، والخدمه دي يمكن انا يعني ضعفت شويه فاعصرت شويه من بعض الحاجات يعني، ويعني انا حسيت بخنقه وضيق كده. كنت بتكلم مع ربنا دايما، انا لما بحب اتكلم مع ربنا اكتر كلمه بتاثر فيه وبتاثر فيا لما بقول له هو انا هونت عليك يا رب، كتير بقول له الكلمه دي، هو انا هونت عليك. اتفهمت في الحته دي كده، او انا ما كانش وقتي يسمح بده والناس دي ظلمتني فانت سمحت بده، طب انا هونت عليك. دايما لما بكلمه كنت بقول له كده. فانا اتفاجئت ان الكنيسه دي قالت لي احنا عايزينك في الخدمه الفلانيه، والكنيسه دي قالت لي احنا عايزين في الخدمه الفلانيه، والكنيسه دي قالت لي. فانا اتفاجئت ان كل الناس وكل الاجتماعات بيحكوا الكنيسه الاولانيه فاحنا محتاجينك في الكنيسه الثانيه. ايه ده؟ ده انا في الكنيسه الاولانيه انا نفسيا ما كنتش مرتاحه، فازاي وصل للناس ان خدمتك كانت ممتازه في الكنيسه الاولانيه؟ مين اللي عملها الحته دي؟ ربنا. لا انا رحت اتكلمت مع حد، ومهما اتكلمت انا مهما اتكلمت ما ينفعش اتكلم اقول ايه، لا انا كويسه، اروح اقول للناس انا كويسه، طب ما يمكن في عيب مش ظاهر اللي قدامي شافه وانا مش عارفاه. فانا اكتفيت في النقطه دي بكلامي مع ربنا. فانا اتفاجئت ربنا طبطب عليا مش من جهه واحده، من كل الجهات اللي حواليا. اتفاجئت بكنيسه من ضمن الكنائس كنت اتمنى اخدم فيها، كنت اتمنى، وهي الكنيسه اللي انا اتربيت فيها اللي هي كنيسه العذراء مصره. الكنيسه دي عايزه اقول لكم مش بياخدوا اي حد بيخدم، وبياخدوا الناس الكبار المخضرمين دول اللي هم ايه شاطرين، وانا لسه مش شاطره، ده انا لسه كنت بقول يا هادي يعني. فانا اتفاجئت ان هم بيقولوا لي تعالي احنا عايزينك معانا وكده، فانا استغربت جدا كده يعني، طب انتوا وصل لكم ازاي ان انا عايزه اخدم؟ طب انتوا ده انا زمايلي جم وانتوا ما قابلتهمش، مش عشان هم مش قابلينهم، لا هم بيحبوا يعلموا الناس قوي قوي، والناس بتوع شعبهم هم اللي بيخدموا معاهم، مش حد يعني انا مثلا اتجوزت وخرجت بره باجي ارجع تاني، فهم بيفضلوا ياخدوا الناس اللي عايشين في المربع يعني. فحصل ده، فكنت بعيط من الفرحه، وكنت بقول يا رب انت عشان تجيبني هنا كان لازم الدموع دي كلها تنزل، علشان تجيبني هنا كان لازم يحصل معايا 1 2 3 4. ده حاجه حصلت معايا شخصيه، معرفش في ناس مش بتسمح ان احنا نقول حاجه شخصيه، بس لاني انا الموضوع ده كان مأثر فيا قوي ولمسني قوي واداني رجاء جامد في ربنا. فانا بقول لكم مثل حي فعلا، في الاول وفي الاخر لا مرشد ولا دكتور ولا صاحب ولا صديق ولا اخ ولا حد في الدنيا يقدر يعمل الحته اللي ربنا بيعملها، هو قادر يشتغل بايديه هو، وهو يفتح ولا احد يغلق. فلو الدنيا كلها مقفوله قدامي هو اللي هيفتح بايده. في سؤال؟ احنا خلصنا تمام. في حد عايز يسال سؤال؟ اتفضل. هل انتشار كورسات المشوره والعلاقات والحاجات دي يبقى ليها دور في التوعيه ولا في التوعيه؟ ده اول حته. بتكلم على كورسات المشوره والعلاقات منتشره الفترات اللي فاتت كتيره جدا، هل لو انا خدت كورس في الحته ديت هل هيساعد ان يكون عندي توعيه؟ طبعا اقدر اميز الاشخاص اللي طبعا ضروري جدا يعمل كده. احنا ما جيناش متعلمين كل الحاجات دي، احنا الحاجات دي اتعلمناها وفهمناها واشتغلنا على نفسنا فبقينا نمارسها. حد ممكن يتعلم اي حاجه يعني، اي حاجه ممكن انا اتعلمها، عايزه تربيه ايجابيه بتعلمها، عايزه انماط شخصيه بتعلمها، عايزه علاقات بتعلم العلاقات، كل حاجه. فدي طبعا اكيد. طيب يعني ممكن اتنين نرجسيين يتقابلوا مع بعض ويكون بينهم توافق وهل هيتعاملوا مع بعض؟ مستحيل. مستحيل ابدا. مستحيل. انا بتكلم على كل المستويات، على مستوى العلاقات الزواج او على مستوى الصداقه، هل ده نرجسي وده نرجسي هينفروا من بعض ولا بيتعاملوا؟ مستحيل. مستحيل. على فكره هم بيعرفوا بعض من اول مقابله وبيسيبوا بعض من اول مقابله. طيب الحمد لله. طيب اخر حاجه، الشخص اللي هو بيشوف الصفات النرجسيه واضحه جدا قدامه وبيقبل العلاقه دي، ده بيكون بالنسبه لك يعني بتقول عليه شخص مضطرب اصلا؟ هل ده ممكن يجي لك اصلا انه يتعالج؟ اللي هو الشخص اللي يعني قابل شخصيه نرجسيه، انت شفت كل المواصفات النرجسيه قدامك بس انت دخلت العلاقه،
هنقول مثلا واحده فاتخطبت واتجوزت الشخص اللي شافت كل الحاجات النرجسيه ودخلت العلاقه دي، هل اصلا دي برضو بتقوم بدور الضحيه؟ لا، هي هنا مش ضحيه، هي برضو اكيد هي هي كل ده بان لها، بس هي غمضت عينيها وتغاضت عنه. بس بالنسبه لمرحله الخطوبه بيبقى، انا هقول لكم تفكير البنت ايه، بتتخيل ان دي مرحله مؤقته وبعدين هيتغير. ولما بتسال حد مش واعي ومش فاهم الدنيا صح بيقول لها كده، يقول لها بكره الدنيا تتغير، لكن ما بيحصلش كده. فممكن هي تسمع ده وتشوفه وتقبله وتقول هستحمله، وفي الاخر ما بتستحملش وبتفشل، يا اما هي بتبقى يعني مخدوعه، الناس كلها قالوا لها تمام هيتغير ومش بيتغير. تمام، اخر حاجه بس بسرعه، لاحظت من المحاضره او من البرزنتيشن ان الرجاله اكتر في الحته ديت من ال... برافو عليك، برافو عليك، برافو. في باكو بسكوت؟ انا اللي هدي لك باكو البسكوت بقى. هي يستاهل. انت تستاهل. يعني انت قاعد مركز فعلا، برافو عليك. هو وفعلا، وانا كنت ما ينفعش تدي الخدمات شويه؟ حاضر، في سؤال. ما ينفعش يا دكتوره تدي الخدمات شويه احسن يروحوا فينا؟ انا هروح لهم. حاضر. يعني شخصيه نرجسيه بس هي نسائيه. بصوا، هو فعلا في شخصيات كتير يعني احنا بندرسها، في ثانويه، في سيكوباتيه، في انواع شخصيات كتير، في كل نوع شخصيه بيضغي على فئه معينه. يعني الشخصيه النرجسيه منها 90% من اللي بيجوا لنا رجاله. الشخصية السيكوباتية مثلا منها 80% ستات، الستات أكتر من الرجالة. الشخصية البرانوية مثلا فيها الرجالة يعني شوية قد الستات شوية، يعني التفاوت بينهم مش بعيد. فالشخصية النرجسية مشهور بيها الرجالة أكتر، لأن الراجل هو اللي عنده الكبرياء ده، فالكبرياء ده جواه والأنا بتبقى زيادة شوية عن الست، فموجودة في الست بس النسب قليلة قوي، فهي فعلا في الرجالة أكتر. دي أنا نسيت أقولها يعني. المتعبين امين وثقيل الاحمال. انا لا، انا ما وصلش ابدا لربع ده، يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة، بس هو ربنا سبب كل ده صدقني. امين. هو اللي بيشتغل، هو اللي بيشتغل فينا. وعايزة اقول لحضرتك حاجة بتحصل معايا، انا لما بكون رايحة محاضرة لو انا ما صليتش وطلبت من ربنا بكل قلب يتكلم عن لساني، انا ما بعرفش اقول كلمتين على بعض. فاللي انتوا شايفينها دي ربنا اللي بيتكلم عني، هو بيمليني اللي بقوله، لكن لو عليا انا مش هعرف اقول كلمة، مش هعرف اقول. امين امين. احنا بنشكر، ميرسي جدا. في حد عنده سؤال؟ يعني هو بس هناخد السؤال دي، بس حاجه قبل البحث. كتير ما بنقابل ناس، معلش انا اسف، من الخدام والمخدومين بيقولوا لنا احنا وصلنا لطريق مسدود. في حاجه اسمها طريق مسدود؟ في، لما ما يكونش عندنا ايمان. لما يكون ايماننا قليل او ضعيف بيبقى الطريق مسدود، لكن لما انا عندي رجاء في ربنا وعيني عليه وانا واثقه فيه، ربنا بيشق في البحر طريق. طول ما انا ان ربنا بيشق في البحر طريق، طول ما انا عارفه ان ربنا هيعديني وهيوصلني. لسه بابا بيقول جملة كده هي كتيرة قوي عليا، مش بقولها اتضاح، هي فعلا كتيرة قوي عليا، بس عايزة اقول لكم حاجة بسيطة. انا كنت، نعم تقول كده عن الله. امين امين. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، ان بجد ربنا بيدي معونه بجد، صدقوني فعلا ربنا اللي بيتكلم عن لساني. ما اقصدش اي حاجه، ما كانش ده مجالي وما كانتش دي دراستي في البدايه، وانا كنت يعني انا حطيت في تجربه، كنت بين الحياه والموت، كنت بالفعل بموت، وكان الدم بدا ما يوصلش للمخ وخلاص بديت افقد الذاكره، وكنت خلاص انا فعلا بموت. وكنت في الوقت ده شبه لوحدي، يعني انا كان معايا يمكن 2 سنة بس كنت شبه لوحدي. فطلبت من ربنا معونه، قلت له انت سندتني
انا هبقى معاك يا رب وهبقى خدامه ليك ولولادك. فانا اتفاجئت ان ربنا اداني الدراسات دي، هو اللي وجهني ليها، ما كانش عندي اي فكر ليها ولا كنت ابدا هي في دماغي. وبديت اعمل من دراسه لدراسه لدراسه، وكل وقت كنت بمر فيه بتجربه صعبه كان ربنا بيمد ايده يوقفني على فعلا. وكنت بتفاجئ بالامتياز، كنت بتفاجئ ان انا بجيب امتياز يعني على ورق، وكنت بتفاجئ. فكان ده عمل ربنا. فلو انا عندي فعلا رجاء في ربنا، فعلا فعلا ربنا بيقوم الميت زي ما عمل معايا، ربنا بيشق طريق لاي حد محتاج فعلا. امين امين. ما احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اه رئيسي في الشغل. بصي انا هاخد منه الاوفر اللي هو عايز تعملي واحد اتنين تلاتة، وانا لما بروح اتكلم معاه بديله ريبورت بس انا عملت واحد اتنين تلاتة بس، ما يكونش فيه كلام اكتر من كده. فكر يضايقني، فكر يتعبني، فكر يعمل معايا مواقف، برضو هخلي عيني على ربنا وعلى الشغل اللي انا بعمله، اكون امينه قوي على الحته اللي ربنا مدهاني. وطول ما انا اعمل ده خلاص اعمل شفاه، انا اعمل شفاه. وحلو جدا ان انت تكتشفي ان هو مؤذي، ما هو دي هتريحك كتير، انت هتعرفي تتعاملي معاه طالما انت عرفتي ان ده شخص مؤذي. فمش كل حاجه هتقفي عندها، مش كل كلمه هتوجعك وتجرحك، لا انت هترتقي بنفسك عن كده بكتير. انت مش 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 ان انت يعني تعلي فوق، لا ان انت نفسك انت حد صح. هو اللي عنده المشكله مش انا. فطالما انا واثقه ان المشكله دي عنده هو، خلاص انا هبقى ماشيه خطواتي سليمه ومش هتعب، يعني اكيد مش هتتألمي وتتوجعي تاني. تقلقيش. ميرسي جدا، شكرا. باسمكم جميعا بنشكر دكتور رانيا فيكتور على تعبها وعلى المحاضره الجميله اللي اديتها لنا النهارده. نتمنى نشوفك مره تانية، بس الموضوع مختلف شوية. لا دي حاجة بسيطة، ده انا مكسوف، دي حاجة رمزية برمزيتها مش بقيمتها. طبعا متشكرين خالص 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 على المحاضرة الجميلة. هناخد صورة